الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحينك سجر سورة المائدة، وحينك شغن آيات بقول يكوب يطبا من سورة المائدة. الله حيري، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله حير إذ قال الحواريون أي اذكروا وحا حستان إذ قال قرت إلهدين الحواريون أصحاب تي عيسى أقرقار ياش عيسى أها يا عيسى بن مريم عيسو ابن مريم أو إن مريم أهو هل يستطيع ربك ربك ما يلي أن ينزل علينا مائدة من السماء إنو نغسو دچيو كوركا يغا حيرا ونغسو دچيو من السماء عركنا نغسو رغو نغسو دچيو سلا ما يلي هل يستطيع بمعنى هل يطيع واستطاع بمعنى أطاع لغو فسره سلا استجاب بمعنى أجاب لغو فسره قراء الله بادو سبعي الله أخري هل تستطيع ربك وربنا لنصبيه وبعض لكرده بالتائن الأخرية تستطيع قراءة كلا السبعي قرآن ما يوسو قنته قراءة السبعها بعض قد بأخرية وحي معنى هذا النقون إسا هل تستطيع ربك مكرت سؤال ربك من باب حذف المضاف ربك إن هذا ويدي سمع ودا أن ينزل علينا مائدة من السماء مركا تان معنى هذا واضح قراءة كلا لكن تان معنى هذا علماء قالوا حي أفسرين اللي قد شهده هل يستطيع بمعنى هل يطيع بمعنى هل يفعل ميال أيام السمين أيام ربك ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء استطاع هذا الدباب كيد اللي أفسره اللي يلا ذا ما أود ربك وحين نقول إيسا عدا ويديسي عد شككا قالي إن يتهي فالغا فهمي كرام قال اتقوا الله قال وحر النبي عيسى اتقوا الله إلهي كبق إن كنتم مؤمنين مؤمنين هداتهين وإيمان ربتان الدون إيسا ربي كبق قالوا نريد أن نأكل منها قالوا وحي الهدين نريد وحن الدون إنا أن نأكل منها أي سؤالها سؤال شيطان ربنا وحن سؤال شيطان ربنا حيرضاس أن نأكل منها أي لأن نأكل منها إن نوحكع الندرات ديد بان أربنا سؤاشا نويدي سنين أن نطلبين عطسقا وحن أربنا إن نوحكع الندرات ديد يوططم إن قلوبنا يين قلبي ذات حصلان درات ديد ونعلم يين نؤغان علم كرسنه أن قد صدقتنا أي أنه شأني قد صدقتنا إن هذا النور الشيكتي أرنك إنه يهي أن علمي كرسنك أغاني أول بواء أغاني علمي إن أنه كرسنا ضبنا ونكون عليها يينان نغنه عليها من الشاهدين هو كمر خاتقة إن حيرذا للسود تشيي إن أنه كمر خاتق نغنه ضدك كمر خاتقة كم نغننا واربنا انت سوء شيدان نوغو شلته قال عيسى بن مريم اللهم ربنا قال وحير عيسى بن مريم عيسى إن مريم أهي اللهم إله يو ربنا أي يا ربنا ربك يو أنزل علينا مائدة من السماء نغسو دش كورك يغا حيرا نغسو دش من السماء سمد نغسو دش وحق الصمد نوغكين ونوغسودك حيرا دا سو تكون لنا عيدا نونقنا السعيد متفرح نولصو نونقطة وقت يدي عيد ومن المعاودة عيد محا عيد لو يلي وحل الصو نونقنا يوچوكتا ومر بمرك مدلة شوكا هدنا صو اللابنا يو من العود بالغكين مرك يعود عليهم بالسرور والفرح وحكو نصو نونقنا ياه فرحي فرحان أي ري ريان
حردا سو تكون لنا نون نغنيس أنغا عيدا عيد نون نغنيس أهل الإنجيل لأولنا كايغي هراء نغنيس وآخرنا كايغة دمنا نغنيس وآية يا آية نغنيس على مد معجزة أو نبي نمذا إذا عضينا يسبو عيسى أرنيا آية داسو منك حقاق كتبيو كأهاتي كائنة منك وارزقنا إلهنا أرزاق وأنت أدو خير الرازقين عدو أرزاق ذا كي وقوناك سنبات كي وقوناك لها آية قال الله إلهي وحيري إني منزلها عليكم أن هو سودة شنية حير داس عليكم كركينا كسو الرغية كسودة شنية منزلها هي منزلها ولا بقراء السبعية فمن يكفرك كستو قالوا بعد أي بعد إنزالها مركان سودة شيادة بدأت كي قالوا منكم حالو إذن كيدن كم ديها فإني أن هو أعذبه وعذابي من كسان عذابي بيني عذابا تعذيبا عذاب كاس او لا اعذبه انا تعذيبك اي عذابستا انا عذابي جمله وحي صفكت عذابا وحو نقنيا ضميرك هذا كجيران عذابك نقنيا بمعنى التعذيب نقنيا عذاب كاس لا اعذبه انا عذابي تعذيب كاس احدا عد أعذب وحي قادتها المفعول قرح لما مفعول مقادته لما مفعول به مقادته مفعول به قادنا وأحدا وي ضميرك هذا هدو الله حريري مفعول به ماها وحو النقنية مصدرك النقنية عذاب بمعنى التعذيب بمعنى التعذيب النقنية ومصدرك اللابنية ها مصدرك النقنية سانا حتى فعلك اللازم كابا والله حريري كرتا وتعدي الشيء دميس علامة الفعل المعدة أن تصلها غير مصدر به النحو عامل وكيب مالك أرمي فعلك معدها ممتعدقة على مد سوحيتها ها أن مصدر كأن قنين إلي لحري له أيو علامة علامة الفعل المعدة أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل ها مصدر كأن قنين إلي لحري له تعدي الشيء ميسو وحل إلى القيام قمته استاقى قمته واستاقى أي هو قيامك هذا حون نقول يا قيام وعيكاد قانتا قمت قياما قياما هل كلا قرن لها أنبا مركا ها الضمير اللوعي قياما مركا لما مفعول قادا ما يساء أعذب حد هذا نمسر بي نقول يساء المفعول بي قادة مفعول كنا واحدا عذاب كاسو لا أعذبه أنا عذابين هذا وحي النقن يسهد تعذيبك عذابست احدا عد انا عذابين عد اصلا من العالمين عالمين تكمده يعني عالم زمانهم عالم كي زمان كودي وقت غودا تدكي تشري عد كمد عذابك عذاب لمده كما عذاب يا معنه دعي ايات كان الهي وحينا وشيغيا نبي عيسى نمكن الرومية يا مؤمنين تأها يا حواريين تأها إن إلى هذين ربي وحد نو ويدي ساحرة إنه نسود تشيو أو عرك إنه قصر حواري محل إلى هذا حواري وحل إلى هذا روح مرك عيد خالص أوه الصافي أوه قرقارة أوه أيا وحل إلى هذا حواري بل إلى هذا واتيو للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وحواري زبير نبي كصاب حواري بوليه يعني أنا حواري جي وزبير وي يعني زبير بن عوام بلوشيه وكوه حلقات المامية أصحابتي في صافقة هاي حلقة أها أي سجى أنسارتي سوء أها أي حلقات المامية ومحا حواريين لويلي من الحور بالغ السوق تعضان تابي علم دولاني أو نمن كريو حي أهان شرين نمن مركور در كم ميري أهان شرين دو ذن النبي عيسى الرومييين ميري سيدر كاي ميري يين بدر كعدين شرين وصفي عنو ميري شرين كانوا قصارين قار فرصمد أكو شقي السير در كم ميران
ayay ahaayeen dadna muuminiin bay noqdeen oo ciisa rumeyeen sida waalid waxa kala la yiri xawaariyiin waxa loo yiri yaani niman niyadoodu saafi tahay oo khaalis ay tahay ayay ahaayeen sana waalid ala kulli hal muradka looga jeedo sawu tasmiih wax kastaba ha ahaade waa nimankii ansaarta ciise ahaa ayaa loo jeeday marba haday ahaadeen niman asfii oo marka khusuusi ah oo gargaarayaashi ciise ah deynay qudrada ilaahay ka shakiyaan ma suura gal laha marka hal yastati'u rabbuka waxay culimadu ku fasiray in looga jeedo hal yuti'u rabbuka bimaana hal yaf'alu rabbuk rabbiga ma yeelaya oo ma samaynaya inuu xeero cirka nooga soo dejiyo haddayn weydiisano ka barino saasa marka macnuhu dhacay marka ma aha shaki ay ka shakiyeen qudrada ilaahay qiraada kale iyadu waaba caddahayo innaba ishkaalku ma soo aruuriyo سؤال حتى لسويديا كإيمان ميس هل تستطيع ربك أي سؤال ربك ما كرت ربك إن أدوي ديستو أدين هو قبر إذو إنو حير عرك كسودكي وحكو يلي مركا إلهي كبقى أدى مؤمنين تهين إلهي كبقى طلب بدا النوع عنا مركا هالسمينين وهلا إيماننا هذا الكبا يكون نقضينا وحي إله دي وحانو قربنا حيرضا إنو وحكعنا الدرادين culamada qaar waxay yiraahdeen cunitaanka ay cunayaan waxay uga jeedeen tabarrukan barakeysi daraadeed inay wax uga cunaan bay uga jeedeen bacdu ahli cilmina waxa la maye gaajo daran ba jirto waxay hay xaajo iyo tamatuc bay ahay iyo maye tabarruk bay ahay ujeedooyinkan u rabna waxa kamid ah koow inaan wax ka cunaan u rabna ama la ajri tabarruka u cunayaan ama baahi haysa iyo gaajo haysa u cunayaan waa mid labaad ee qalbiyadeedu inay ku xasisho أيان ويلا نربنا ولكن ليطمئن قلبي نبي إبراهيم مركو ويديستين إلى هاي تصي يصد وأبوره أشياء ذا مركا وأبوره أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى هاي مركو ويدي ميانا ذي الرومين محاط طلب كان أصمعين إيسا وحول هاوا الرومين لكن قلبي يقولون كحصلوا طمأنين قلبي كحصل أيوه إنا ككرر سيدان دونيا سيدي بي وحي لي وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ما هينني مركي هره اوغاينه مركي هره بو وي اوغاين انو نبي عيسى ارون شيغاي علم انو كررسنو علمو نو كردو نو زيادو ايا نو ربنا يينانو كمر خاتي نقونو خيرداس ان لو سودجي مقاصد عين كاسا مو جيدوين كاسا نوو جيره عيسى ابن مريم الهي بو بريي بريدا و الهي بريايانا و هو كو بريي إنه إله نمو يا رب نمو الله بضب أبو يا ري اللهم ربنا ويدو إله اللي أبو يا ري الله أكبر يا أيو بوصف الألوهية عدنا رب اللي أبو يا ري الله أكبر يا أيو بوصف الربوبية اللهم بمعنى يا الله إله يو ربنا أي يا ربنا ربك يو أرق ربنا ولب خصوصية قارة إلى ذهب ساساود الأدعية ذا أما الدعوين كقرآن كقصة أرورة غالب كود وحي قصة أرورين أرقى ربي يا ربنا حضيت هاي الدعوين كي يكد عيستين نبي ذي الصالحين تو حضيت هاي الدعوين كو إلى هاي الدوم ذا برا يو تعليم الدوم ذا مركا مؤمنين تابرا يو قرآن كوكوش يغي حضيت هاي حتى الدعوين كي يكد عيستين أيان آخرة قالوا غالب كود وحي كوريغ أيان ربي يا ربنا كارغان خصوصيه قاروري فربضني له دعويك كصار ري درادي سيوفر بضمت ساساود ادبا علماء قار كود وحا بيلهدين اسم الله الاعظم كالهي لغو بريو الروح الهي كبر يا ربي كاغبر دعانا كاجيب و هو دونينا سييو حدو اخلاص كي يقينتو اي راعدو وربنا وي ما هاللفظي وكل الا سكيلا وإن إخلاص يقين للي مادة يتضرع ربي لا يسد اللينا أيه لخضوع أيه لا يقين سيها يدعى ذي إنه أخبر أيه باهل لموك سمع عيسى بن مريم إلهي ببريو وحول اللهم إلهي وربنا أنزل علينا مائدة من السماء حير عرك النوغ سودك حير ذا صوح اللي قاد نو سودك سعيد أي نو نغطه مت فرح نورس نو نغطه kayagii hor iyo kayaga dambaba calaamad mucjiso oo nabinimada ay dadaynaysana ay dadka u noqoto
دعادي وحقوقه تيمي وارزقنا وانت خير الرازقين الهنا ارزاق كو حرزاق هذا هو نفسي هذا هو ناقله اصماد الهي ربي ان لغبر يا وار مشروعه دعوين كان مرك اسماد الهي لغو ختيما يو حلوغه جيدا من قبيل التوسل باسماء الله الحسنى وتوصل الهي لغو توصل يو لغو بريا يو مقعيدي سونا قبضا وانت خير الرازقين ومن قبيل التوسل اللهم ربنا انا ومن قبيل التوسل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الى حي وحوسنا ذي مقعيدا ونا قبضا يا الله بريا ومقعيدا ونا قبضا كبريا ساساودد اسماد اله ربي ان لغو بريا وارن لينا امري وعلى الاقل مصحبه السنه نغنى سمرك ويرت دعوين كان أدبا مركا يقصر وطيض أسماء إلهي اللقو بريه وهي علماء إله دين اسمك إلهي اللقو بريه أيو أدي اسمك قار الله الشيغو وإن مناسبة كرد حيث نوع الدعاء أيو بي اسمك اللقو بريه وارزقنا مركي أويري وحلقو ختمي وأنت خير الرازقين مركا خير الرازقين يا أرزاق ذا تي مناسبة كرد حيث حد الرحمة يا مغفرة إلهي اللي ويدي سنة يا وحلو ختمة إنك أنت الغفور الرحيم حد قبول الدعاء ذا مرك الله أقبله يا اللي ويدي سنة يا وحلو ختمة إنك السميع الدعاء حد النصري وإلهي نوهي ليو قال ذا تشبيه لبريا يو وحلو ختمة يعني عزيز يا حكيم إلهي نوهي أما عزيز ذو انتقام إلهي يهي يا أسماء ظلمتك الله وحي لوان سودكين يا حرداس مركان سودة شيادة بدل عدي كقالو دا وحن عذابي دونا عذاب أحد عالمين تكمي دقان عذابي دونين عذاب كي أقدر نبا عذابي هذا هو حيسوه يدين لحيردي من السودة شي مثل ما سودة شي لبطابعين تكمي دا ومجاهدي حسن وحي الهدين حيردا لما السودة شي أقود ديقا مركي إلى هاي الشيغي فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين أي إلى ذي هدبنا قد ذا وصيدا مجاهدي حسن أي مريم وحكى له ولبا قرينا نقون إيسا ولما ذقر وحي إلى هدين حيردا قردا النصارى ذو سيدا أم الشيغان مسلمين تاي كم مغلين إن حيردا سي أي ترتي أي ميت كتاب كودا كحصنا إذا يقو أي علماء ذو هدى يقانين ما هيا شي جمهور كعلماء ذو يا مفسرين تبدن كود وحي مرين حيرة أول السود تشيي قولك الصحيح نواكس وحانه الدليل إلى هيبة بلن قاضي السود تشين أيه قال الله إني منزلها عليكم إلى هين بلن كي سوى أوفيا أو أفريا مركب ما دام يصير أصطهي حيرة أول السود تشيي قولك الصحيح جمهورك أي مرين واكس وحلق السوري عبد الله بن عمرو إنه يريدتك صدح باقو عذاب الدرن وطباق أركونا وحيون نسبياً عبد الله بن عمر إنه يريد لكن طبري وحوك السوري تفسير كيسا عبد الله بن عمرو أي كسوري لكن مفسرين بضن باقو نسبينا يا عبد الله بن عمر وحيون يريدتك صدح باقو عذاب الدرن آل فرعون فرعون يا أتباع ديسي يا منافقين تا يا ومن كفر من أصحاب المائدة يا قردي حارض عدي كقالوا دي صدح ذا سادتك وعذاب ترى منافقين تا إلى هاي وحيري إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار منافقين تو وحي كسغيهين طبقت النار توقهو سيسي كتران كسغيهين طبقت النار توقهو سيسان وتوق عذاب كدران آل فرعون إلهي وحكيري أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بعض أهل العلم وحينا آل فرعون وحلوش هذا فرعون نفسه فرعون نفسه سألوش هذا وحا فرعون قريسان عذاب كأقدران قرية قل ذي حرد اللو سودة شيء عدك قالوا ذنواك إلهي لي فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين سيق الله كل منه إلا قل ذا وحا الله ينوش هذا عذاب آن عد عالمين تكمدا عذاب لمدا آن عذابين إلا عذاب دونه آل فرعون وحل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب بعض أهل العلم وحي الهدين
لا أعذبه أحدا من العالمين وحلوه شيدا من عالم زمانهم عالمين تي الزمان كودا لو شيدا عالمين تا وقت والبتشوغة حل يدك للدوان لو قمتشي وانا صار ارتيضو عالمين تا للتلمام ايو ان مركا لو قتشيدو عالمين تا مركا الزمان كاسي لو قتشيدو اما امضيه لو وقتي قاها اما الزمان كودا تشوغي ان لقى التلمام سيدة سورة اللفتة دبائن قصوا مرهي وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين أما مواضعك لقصوا مرهي إنه إلهي كفضلي يعني مركع عالمين تمركع وكفضلي اللوت شيدي عالمين تي الزمان كودا إن لقى فضلي لقى تلمام وأني فضلتكم على العالمين مركع المهم هدي الله إلى ذو عالم الزمانهم بقى لقى تلمام يا كوهر إمان عيسو إن هو كلا عذاب درن لعذابي هذي فرعون تهي يهدي منافقين تطايبا علماء قرر كود وحي يلادين حد يلا قصة عدى اللي مسوا الدكشين دي أدي الله كلا ما بعارضة يسطين حد يلا إلى هذا ولا سوا الدكشي عدي الله سوا الدكشي هذي بيع له هيدنا عيد كجالوبين ده يدنا وعيد كوكر ما بي مايو وحي النغنى يسا إن مركانا أنا كهري ماني لكن وحي أقبلي كرتا فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه كوي مركا أركا يكلي إن كو قارا هاي يكو حتى أخبارتو قارا يسوين يسوق قري كرام والله أعلم على كل حال صدح ذاسي عذاب كود وحوية تهاي قلو البوادري مركا وحان النغنيس عذاب كود ونسكود الدوي ساسي النغنيس وحي إلا ذين علمدو وحل سودة شيء مالين أحد أهل ما أنت أحدنا عيد باللغية لي قلدي النصارى ذا مركا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا أساسي كل مبيس لقمنا قادنا يعيد إن لا يسكت ما يسنكره عيد النبي أهيني أنت عيد شرعي يسوع إن الشرع يسكن غنا يسوع دليل ماها عيسى بن مريم وح أهد النبي بوها وأنا لو وحيوني أدو عيد مالك يالي أنا وحك يالي بأمر من الله أمر إلهي بك بيه مرك الدليل معها إن عيد سكتي راهدو عيد بنو الصمي صلنا عيد كي يالنا إنا عيد هنا ومحدود عيد أن شرع يقص بنين والنبي قال لقى هين إن لقى عيد يشو إن لقى عيد يشو ما بنانا نوع عيد أن تبه نوت عيد سها هاتو عيد قال الدك السي سيد عيد كريسمس أما عيد الفصح لا ها هذا عيدها كلام بدن أي صميين أي معلم بوحو قاريين إلهي مالين ومالين تشقالها ومالين تعاين كان ومالين تهويوين كان ومالين تكن وحوال بمركة أي مالين سمي ومالين تعيد مضى وما إلهي سوى قرسيين مركي الضمباء ومالين تبانتا بانتا حتى وحيو يالين مال عيدة وباطل حاس وحباطل ويا إلا لي ما دنا ماها عيد نما إلا اعتقاد يانا مبنان وحاللوحي عيد أه إلا قعيد يا شيء أين لقى عيد يا شو النبي محمد على لقاها صلى الله عليه وسلم عيد يا لشدة لقى عيد يا رنا يا وحي نغني صباطل وأنا مذا بناني حضيت هاي عيد حر نما الله ما أنت حر يد أما عيد قوني ستاد أما عيد مولد الله يدر شدي النبي قال لقى عيد يا شو أما الله رنا عيد دي مركب معراجك يعني شهر دي ماذا اللوج قريه أما شهر كله اللوج قريه عيد كالثقو آن شرعيه كسو نين باطل ويهم ربنانا إن لقى عيد ياشو ولا إلا ما انتوا عيد آن فرحنا عرورته وحلو إيبيو هيره هلا فرحيو هلا دماشادو حفلة هلا قبتو كل ذلك وحي نغنى آن باطل وانا حرام ويهي ووحن بنانا عيدو إن يكو كوبانتا انت شرعيه كسو عرورته وحاو الدليل الله وحيري والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما لا يشهدون الزور وحيكوف السرين علماء التابعين تسيد المجاهد وغيره إن لو قد شهده أعياد الجاهلية الزور وإري عامة وحكى الصوب باطلة سوقرية تفسير كاسنوح النغنية تفسير بالمثال تصالئ وحلقوا فالسرين لو قد شهده لكن إنه كقرية لكن عموم كو سوق ذا قال يا بل لو قد شهده أفراد سوق ذا قال يسوك مدين لكل أمة جعلنا من سكن وحلقوا فسرين علماء كفر سرين وأي ماذي هرين لك السور يأينا يلاهدين عيدا من سكن وحلوك شد عيد بانو يالله
وحلو دريشدي حديثك الصحيح أو النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا قالوا ولي بعيد بيلادة هيتنوى عيديني وحي علماء ذو يلاهدين وحلقة قادنا قالوا ولي بعيد بيلادة هيتنوى عيديني عيده هنا يسلح قلنين يا هايل عيدي إنو عيد أهي السرعة نبالغ عيدي لنا يا متكلم مايا وحاو الدليل حديثك كلا صحيحة السنانة قار كودا يسوريين الشيقة هي قلدي أنصارتو إنا إلا بما الموضة الدماشادان وأي عياران إنا إلا هنشرين مركو أركي لبدي ما الموضة الدماشادة يا مركو النبي أركي صلى الله عليه وسلم أيوحو لبدا ما الموضة ومحي وحينا ولبما الموضة عيدنا أهيدو آنو الدماشادنو نبي حكور صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما إلى هاي وحيدون كم بدل إلا بك خير بذن أيدون كم بدل يوم الفطر ويوم الأضحى لبدا عيدود بو إلى هاي يدون كم بدل علماء واحدة لا يجمع بين المبدل والمبدل منه كاللقو بدل إياكي لغا بدل إلا ما كل ميو مركا النبي قو ما أقلان إن إلا بادي مع الموت إسكسي وطان يغو عيده كاللقا عيدي يا لنيا ومدينو ما تقريرين أو ما صبين إلهي وحيدٌ كم بدلوا يري الله بك خير بدن وكان الله بدأ أصل لقو كافتومه أي الله قادنا يا حديث وحكى له الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم السنن كقاركود أي سوريين علماء أي لهذين وصحيح على شرط البخاري ومسلم التلمام إياه نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانا نباوح كن نذر إيجيل إنه كقل ما شبوانا اللي يلهذه ويسم مكان قال فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال فأوفي بنذرك فأبو البقري نبي قوح ويدي اللي بس سألود ميا ماشاس وكسو قنان شري واقي هوري صنم صنمدي قالدو أي عابدو شرين كم دا وحيكون لهم مايا وهدا عيد عيده هودي كم دي ميا ماشا كسو قنان شرتي وحيكون لهم مايا قال فأوفي بنذرك أوفي نذر كاقا فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ويأوفي مجرت الأوفين إياه نذر لقل نذر معصية إلهي ولا فيما لا يملك ابن آدم على ماذا وحيدا اللي بدأ السؤال هذا هو يدي قدما نفأد حكمك اللي قد ترتيبي والنوع علمك وصولك اللي قد يلاهده باب الإيماء والتنبيه على العلة علة اللي أوفنا يا وامحي وإن نذر كل عي إصدو محذور كمرا أما مانع كمرا موانع ذا محاكم ذا عيد جاهلي ما شئين يكسبنا أنجرتين ولو بعد زواري هدي عيد جاهلي ماشا يكسو من انترتي حتى النذر كاينا في الله يبقى لغا قادنا ويا النبي قم حوي استفصال كان هو يدينا يا سؤالها نو سؤال يا هو يدينا يا ان ماشا مانع كم رأي هاي انك لو ايقيا مركا انا بوحا لغا قادنا يا عيد ان شرع اهين ان ان مرنا بلا رأي منين محرمنا ايتا ايا لغا قادنا مسألة ذا سأدي لبضن بيلاد هاي اهل العلم قنا آد بي اقهد الله ما أنت وحيالها آذ الله شك شيقه وحكم ذا إلا يلاهدون مال إنت دارشد النبي صلى الله عليه وسلم أما الله بيطبنك الربيع الأول أيا وحلقي لنا يا عيد إلا أدتك قاركود أي يلاهدين مال إنت إلا صوم مباهبا تشبيها لها بالعيد الكبر هذه ودد كتابك قرين أي يلاهدين مال إنت النبي قلنا الشيء صلى الله عليه وسلم يعني إلا صوم مأها شبه هذا عيد شبه يسدر هذه باطل ويوحص حكم النبي قال لها هيا ماها والنبي قال مؤرد مالين تستنوي قال إلا لشالة يخب بيقنا إيد حسكو قاريالا أيا كان واجرتا مالين تسنين تصنع ونغن إيسا النبي قال سومي تشري كلي قادنا ما هي إسنين تيا خميس تبوا سومي تشري ويا الله بضوا عمل كان لعرضيا سيقار روحوشا قال مالين تسنين تأينو لشي إلا نصو ديرو لو وحيو ذي مالين تابده هيدا ووحي قال قبل هذا مركا صوابت أوسوما يي حتى يوم الاثنين ما ها العلة الوحيدة وكسو قناي دار شضا ولا شيء كليا وحكسو قناي العمل كي الله يلوب بندقا وحكسو قناي ذي مالين تنور شيء
waxa ku sugnayd maalinta lafteeda in loo waxyooday ama waxyiga lagu soo dajiyay ama la soo diray kulanka ashiyadaas ku kulmeen ba marka la ino tilmaamay dhaaka yawm wulidtu fihi wa bu'istu fihi aw unzila alayya ma sheegino kaliya dhalashada waxbu ku lara idan xukunku muxuu noqonaya yaani sabab marka cilmi murakaba ah oo ashiya iska saaran ba xukunka wada keensaday marka dhalashadu waa juz cilmada kamida cilmi buura maaha ta sida laga yiri waxa weeye waa yoomka usbuuciga ah ee sanad kasta koob iyo konton goor ama laba iyo konton goor ku soo noqonaysa laakiin yoomka sanawiga ah ee ay dhici karto inay isniinba ku beegmin ee mar shibca ku beegmaya oo mar salaasa ku beegmaya oo mar arbaca ku beegmaya toddobada maalmood marba maalin ku dhacaya nebigu wax ictibaara innaba ma siin xaraf uu ku xusayna lama hayo maalintuu nebigu xuso isniinta ah dadka qaarkood waa ka leexanayaan maalin aanu nebigu xusinna waa u leexanayaan markaasay waxay sheeganayaan nebiga inay raacayaan haddii nebiga la raacayo maalintuu xusay maxay u xusi waayeen maalintuu marka aanu xusin oo wax xuso u samayn siduu nebiguba aanu xus ugu samayn maxay uga tegi waayeen wuxuu ka tegey atarku raatibu sunnatun kalficli raatib tegista raatibta ahee joogtada ah waa sunne sida ficilka raatibta ee joogtadii sunnawiya adif ilaa daalika waxyaalaha badan ee munkaraadka iyo xumaanaha ay ku dhacaan waxyaalaha shirkiyaadka ee maalintaa dadka qaar la yimaadaan waxyaalaha ikhtilaatyada iyo munkaraadka ay la yimaadaan rag iyo dumarka la isku dhafaayo durbaanada la tumanayo dembiyo badan la samaynaayo yacni waxa weeye israafyo la samaynaayo yacni waxa weeye heesa la samaynayo kamanada la garaacanayo bidac marka badan lagu kacayo intaasoo dhammay dheeraad bay ka tahay laakiin kulla daalika hadday ka madhnaato asalka yowmka in laga ciid yeesho ayaa wuxuu yahay mid aan sharci ku dhisnay allah wuxuu yidhi id qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryama hal yastatiicu rabbuk ay udkur waxaad xustaa id qaala goortuu yidhi الحواريون أصحابتي عيسى أي يلاهدين يا عيسى ابن مريم عيسوين مريم أهو هل يستطيع ربك أي هل يطيع ربك ربك ميالا يا أم الصمين يا أن ينزل علينا مائدة من السماء إنه نقص ودك يكرك يقى حيرا نقص ودك مائدة وأما حي معني ماده بمعنى أعطاه مكا مائدة وفاعلة واسم فاعل ماذا أو بمعنى أعطى كتمي وحنا اللوتش هذا اسم فاعل اسم مفعول دعيا ما إذا بمعنى مميدة وامد اللبحية يقول لغو الداقي لكن كأنه مركي وحوية لغو الداقي لسيي كأنه ضدك مركع عيسين سيئ أصل كتصمية أساس أن ينزل علينا مائدة نقصود شيء حيرو من السماء السماء نقصود شيء وحيرو مركع وحوية راشن كبوحو أنواع دي أطعمة دي كلا الدوانا أي كسوغي قال اتقوا الله عقول إلهي كبغى إن كنتم مؤمنين علماء قاركود إنت وحي إله دين شرطي الله فسر ما يبي معنى إذ بال أرمي إذ كنتم مؤمنين مركا مؤمنين تين ربي كبغى لكن أهل العلم بضم باكو فسري إنت إن شرطي دي الله فسر باب كيد اللو دين إن أو بمعنى إذ أهنا لغة العرب وكترة أتغضبوا إن أذنا قطيبة حزة جهارة ولم تغضب لقتل ابن خازمي يعني أنت وحلوش ذي بمعنى إن كنتم مؤمنين مؤمنين هداتينا فاتقوا الله إلهي كبقى قالوا وحيا نريد ودونينا سؤالها مفعولك ولا قدري عطس قالوا حيرا عطسنا إنا نرهبنا ما نرهبنا أن نأكل منها أي لأن نأكل منها إنا نعنه وحكم ذا أما يلا وحكا عنه أيان أرمنا تادرادين وتطمئن قلوبنا يا قلبي الذين حصلان أو إيمانك كسي حصلان وكسي الراسخان وطمأنينة القلب أن كهل أيان أرمنا ونعلم يينا نؤغان الدراديد بان أرمنا أن قد صدقتنا أي أنه شعري أنت روا مخففة من الثقيلة أنت مخففة من الثقيلة اسم كيدو سيدة بضوة لحدفاء غالبك sida culimada marka ay sheegaan carabiyaduna isimkeeda waxa laga dhigaa
ضمير الشأن أن غنى يا لقديا وأنه بالقديا ضمير الشأن أن غنى يا لقديا سيد الله يقان أساسه من غير غارب وحصو أرورتي وبعض الأشعار كتمين ضمير كاف الخطاب يوحلم ذو كلاين وكل ما ده اسمك أن اسمك أنت مخفف ذا وأنك أي كتمين أشعارها قارب لكن تاسي وحيد هذا العلماء واشاد فصلين تقاركود هذا وحي السميين وقت يدى قاركود سدي قاعدة إني خلافان وعلى سبيل الشدود كي يكون فصلان أما كاف الخطاب أما الضمير تشمعوا أنهم أي كان لغيان إني مركا قليان جلالين كنا واستعمالا إنه مرنا كاف الخطاب كان لغو اسم كأن ذا مخفف ذا مرنا الضمير هم أعدي لغسو هذا لأي أنغانا يو كان لغو موضع اللفتي ذا نوحو كان لغا كاف الخطاب لكن سيدا أقعد كأهي قواعد وافقصني وحوهيان إلا يراد أنه أي أن الشأن أرقو ونعلم يين أنه أغانو أن قد صدقتنا أي أنه الشأنين قد صدقتنا الشأن يقول إنه يهي قد صدقتنا إن هذا النور الشيكتي نبي إنا تاي مركض نور الشيكتي يوحي يقول وسادة شيء مركض نور الشيكتي إن النور الشيكتينا أنه علمي كرر صنو ما هين الشكي سيهن مركن أين يؤغي يقو أقبي وحي لينا أنه علمي كرر صنو نو زيادة علم قاسي علم قاسي نو زيادة نغضنا ونكون عليها من الشاهدين يسانون نغنو قار كمر خاتية حيرة سانون نغنو أوديد أين أربنا عطسيقاس الشاهدين هدين لي له هذا أشوى موصوله إشكال بيّنان يسا عليها جاركي مجرور كينو شاهدين كتعلقوا أو موصول كسلديسو كمهر مريكرو سلدو وحي كعمل فريسانا كمهر مريكرو إلا وحي كردي قانتا يهدي وحوية سلدو وحي كعمل فريسا أي كهر مرتو كأنه سلدو أي كهر مرتو ساساودي علماء القاركود وحي كتا يجيهي إلا إلا هذا أشان تعريف باللوغة تشيدا موصولة هبدا اللوغة متشيد وقول وشي الله بعض علماء القاركود وحي ليهين عليها هاللو قدروا الشاهدين وحي فصيريسو ونكون شاهدين عليها من الشاهدين وشي صدحاد وإليها جارك يمجرورك يضرفك يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما مكا يقى يتسامح قال عيسى بن مريم أحر عيسى بن مريم اللهم إله يو ربنا أي ربنا ربك يو أنزل علينا مائدة من السماء نغسو دجي كورك يغا مائدة حير من السماء السماء نغسو دجي أو من السماء أنزل لغو تعلق سيو أما مائدة لغسف أيو وليها مائدة حير داسو كائنة من السماء تكون لنا عيدا حير داسو تكون لنا أنغا نون نغن يسجب لدو صفو حيكتين مائدة عيدا عيد نونس كبدل لنا يو لأولنا كايق يهرون نغني سوى آخرنا يكايق الضمو نغني سبي معنى كل ذا يؤوض نغني سعيد وآية منك آيضنا نغني سعلى مد معجزه نبي النمذا إذا عضينا سهدا عيسى أهل آيضا صم منك حقا كتمي وكآهات وارزقنا إله يونا أرزاق وأنت خير الرازقي إذ وح أرزاق ذا كي أخير كلهبات قال الله الله وحولي إني منزلها أنا وسودة شنيا حرضا عليكم كركين أنكم سرقيا شرطكم أحدنا وإطلاقا تان فمن يكفر بعد منكم ككستو قالوا به مركي لسودة شيئا يدبدين منكم حالو إذن كيدين كم يدي هاي فإني أعذبه أنا وعذابيا منك سن عذابيا أعذبه ظهوري ضميرك هذا وحون نغني منك كاكفري ونغني يكفر هو عذابا 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 يا أي تعذيبا عذابا وحلوت شيء ذا يعني بمعنى التعذيب عذاب كاسو لا أعذبه أنا عذابا إن تعذيبك دي اللي إلى ذا حذف يا إيصال بالو سميو لا أعذب به بأصل كؤها عذاب كأنا كو عذاب يدبنا تشاركي بالحذف حرف تشاركي وحلو سمي من باب الحذف والإيصال وش كان علماء قاركود باشيري لكن كان هو راكب في عنا عذاب كاسو لا أعذبه أنا عذابين هذا وحين قريسة تعذيبك عذابست أنا عذابين أحدا عد
سيدك الله وحن غني سلاو عذبها إلا وعذب به أنا كعذابي عذابته إذا تدع عذابك لقت الماما يو مرك لها حرف باء لحد في لا يعذب بالعذاب معنى نغرس أحدا إذ أنا عذابين من العالمين عالمين تخمضا رفع صقري حديث وحكو صاررته صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون مركا محون غنى عمكن شابت واحد تهي ضدك إنه هو عذاب درينهين كوا وحصورا أدي عموم كاسد الله وصعده وحا مصورين تسوق لي مسلمين تبعض كم مدى وحصورا يا سوقري شو حين غنى يسا النسبة لغت الماما قفكنا هدو التوحيد كل انتو أنا قال لما كل من يقول يبقى قال ذو كعذاب درنت مركع أشياء هذا النوع سكري وحين نقول كرام أشد الناس الروايات قار كود من أشد الناس إن كسارو حديث كان لفظ حديث مركع سلة يلاهدو مصورين تو حلو بتشي دا كوا مركع صنم ماذا صورة يسلو عابدو ده وحين نقول يعني كوا لم نعيهم لكن لفظ إنه عامي وحديث كواجي هو أنا كجار هين صنمعت صورتي أما السمايسي أو السمايسي سلو عابده الله حيري وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أي واذكروا وحا حسان إذ قال قرت يري الله إلهي يعني أرن دون اللوتشيدا أدل إله ويوم القيامة حديث كلا الله إله دو مرك إلا الرفعيي أي إلهي سيدا كو يرينا وحين نغرى إسرائيل ماضي نمذي ذي اللدي واذكروا وحا حسان إذ قال قرتو يلي الله إلهي يا عيسى ابن مريم عيسو ابن مريم أين مريم أهو أأنت قلت للناس ما أدق أي أدتك كو يلي اتخذوني أنك إغا ياشا وأمي يهو يضيب كي ياشا إلهين لبا معبود نقردك طول لبا يدا عابد ما دا كو يلي من دون الله لبا دا إلهو كائنين من دون الله إلهي سكدي أهاضي وربي كسو أهاضي أما ربي كسو كي قال سبحانك عيسى بن مريم وحيري سبحانك أي تنزيها لك حمان كردي رامباك وصغناتو وان كن نزهي وكو تصبح صنايا تصبح أضع حمان كردي ركهفن ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي إيما الصغنا أو إيما بنانا أو إيما الصحيصو أن أقول إن إلهه ما ليس لي وحان إسقنين إن إلهه مد إمركا إبنان ما أي ما ليس يثبت لي وحان إسقنين بحق سبب حق أن إسقنين إن إلهه إما الصورة قاله إما بنان بسبب حق بالوجه إن كنت قلته فقد علمته إن كنت هدي أن أهي قلته مد إلي فقد علمته حقيقي وذكت إلهي تعلم إلهي وحذكت ما في نفسي وحنفت إذا كسغني موجودا إن يتهي مترا أي ذكت أما صابتا ولا أعلم مؤغي ما في نفسك وحنفت إذا كسغن ذات إذا كسغن موجودا إن يتهي مدان كؤغي وكو أقان مأها وحذات إذا كسغن مؤغي إنك أدق أنت علام الغيوب وحطهي غيبك قرصون خلقك كقرصون أما بعض يقول كقرصون كيو علمك بضنا بطهي وجمع غيب غيب نوى مصدر لو تشيده بمعنى غائب وفعل أفاعل لو تشيده مركا غيبك قرصون كيو علمك بضنا بطهي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ما قلت لهم كما أرنين إلا ما أمرتني به كذي أمرتين موية وحك لكم أرن شيء كذي أمرتين أنكو إلى هذا بس بأنكو إليه وترى محوها شيء الله أمره وفصير يا دباد لفظه إلى هاي كو أمره ما الصور نقلين أيه معنيه سيبو صور نقلين أيه أن أعبد الله ربي وربكم وفصيره وحيري أنتوا تفسيرية أعبد الله الله عابدا ربي ربي عابدا وربكم يا ربي عابدا وربي واحد اسكوه اللفظي هذا الكو الهي امرين لفظي سيهدو صور نغلنا يا ربي لما يلاهدين هذا انو اسكو كحكايون ايو
معنيه في شيء يصون نقلنا يو بيكوت السنس ويعد ربي أرنا يسا تو عيسى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وكنت وحنها عليهم شهيدا كركودا مد مرخاتك أيان أها ما دمت فيهم أي مدة الدوامي فيهم مدة أن كل حسقنا مرخاتك أها فلما توفيتني مركدي أوفصتي أو نفتي دي قبطي أما با فلما توفيتني قول لباد مركدي أوفصتو قبطني وافيا أنا لما يستر المركدي قبطو الرفع السي وادي وضقاطي وتوفق لغة الماميو جسدا وروحا إساقو إسلا الصعودة إلا وضا أوفصتيو للرفعيو لكريالك كنت أنت الرقيب عليهم وحد إله يو أهيد كي إلى لنا إياد أهيد كركودة يعني كما ورقب المركز وأنت على كل شيء شهيد أدق وحاتها شيء والبا مدو أقوم بضن وطالعنا إياه وأركيه آيات أق إن تعذبهم فإنهم عبادك هداد عذابته فإنهم عبادك وأضوا مضادي يعني تعذيب كاد عذاب يساوي عدالة ظلم ما وإن تغفر لهم هدادوا دم دافتنا فإنك أنت العزيز الحكيم أدق وحاطهي كي غالب كاهي قعن سرية شيء لم يدي آن وشرين يا الحكيم وحكمة ضبطنا يا شيء ولبالكوك وهبوني هيدي إن تعذبهم فعدلك وإن تغفر لهم ففضلك هداد عذابتنا وعدالة دادي تعذيب كاد عذابتي هداد دم دافتنا وقال الله ذي السقاقية النعمين تادي يا الرحمة دادي دم دافت هداد دم دافتنا وهي علماء دي سوى الديان قورتا إلى هاي هذا الكنكوي لعيسى بن مريم وقورما كل ما معها انتو الدنيا دا تشوقي معها وهذا الكنكو مورانا لكن لبن مدبا علماء دا قاركود بن مد أي مران وشي كراها دي عدة تراهدو وحي نغنى إساء وش مردودة وأن مركا وحي مرنا بصح نقنا وش وحولا يهي يوم القيامة إلى هاي سؤاشا ويدين إياه حان اللو ويدين إياه تقريعي التوبيخ بي كنت هيا قال لقو عنانا يكوي عيسى يهو يدي كنت لحتك عابدي لنا عضينا يا عيسى يهو عيسى هو يدي ومريم أهي إنا لما أنتو تبريك يهين شقنا أين يكون هاي وحي لي مدين يجينا مركا وحوي عنان أرنقاسكو يهي يا أرن قلبي جودا كل عيو يعني قرع يا قلبي جودا تقريع وامحي قرع هو قرعست مرا إيريون ده عربي جهابه للسومالي وقاف فيهم ببقى على قلبه قرع هو قرع مركب تقريع وعنان كل قلبي جك قد عيسى قلبي جودا سلا وقول بعيسى وقول عيسى قول واكس قول لبادو حريه هاي مركي عيسى للرفعية والسماوات كا لقبت سيي وأرلاذي لقى قاضي مركز سأل سؤالي مركز لبضى قول باكسبا وحين علماء قاركوات أبضيين إن قرت للسؤالي أيتا يوم القيامة ويا قرت أي تشوغان يأرن كان التوبيخ يتقريع كل قناة أيو ومر يجي مغلى يانو ميشي تشوغان مركز وحا تانا وأنصبأ إن النقطة يوم القيامة مركز يوم القيامة إن الغفصره أيا سيفي عن أفعاشا ماضي قاد بيوصار ارتا أخبارت قيامة ده إن لوشي وماضي اللوغة تشيه ده مضاري إدنا ماضي والله استعماله مركا وحي كان لغانتا هاي وإذ قال أي وإذا يقول يعني ساسو كان لغانتا وإذا ده الله استعماله مستقبل الله استعماله إذا ده مركا وحي اللوغة تشيه ده إدنا مركا بمعنى إذا اللوغة فسره وحي اللوغة تشيه ده ظرفية محضة أي اللوشي مركا إلهي وحكورا دونا عيسى بن مريم يوم القيامة عيسى وما أداه كويري أنيق إيهو يدا إلا با إله كاليك تددك ما أداه كويري وأقياه إلهي إنا نكورن يدا وحوال با وأقياهي أيها الدنوى الدين إياه سوكوان حجادة أقوه عنانا يقوه نقوط مكا سؤاشو سؤال استعلام واستخبار معها وسؤال توبيخ يتقريع كوء عنان كل الكوء عدي عبدي حجة كوءنا كوء لنا عطينا يو إن باطل خصوناي إلا وحي لهاي عيسى سيدنا وقو عيسى مركا سيدنا أمريه وحي سيدنا وحبك تشرين بيننا أي تهي بل عطينا
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وحرمري تنزيه إله النزهي ويشركه ومصبة لله وعي إله العاية نقصامين إله إلا نقصامين قدر كيسو مين لك قد عيو وسبحان الله وما أنا من المشركين وكشركه ومصبة لله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وحنا كم إذا إنا إله ذمرك إله إغيشا وحي كم إتهي عمومك واحد سوق ذكري مركز هو لي وحقوسي ضري حدان إلينا وهد أكتها إلهي إن كنت قلته فقد علمته وهي وحكا الديمور ما شرته واحد ذات إذا كس غني واحد نفط إذا كس غن بعد كور خبطها لكن هو واحد غيب كان موجي واحد ذات إذا كس غن موجي وحن أمرئون بس توحيد غيب أردن بعض علم بدن طاي وحن كؤرئون أنت أدي أمرتي إن كؤر هذا الله كل يعبد أن كؤر وإذن كان ربي إذن أهان ربي إياه أنت تشوغين مرخاتان كؤها وحي السمية لكن مركي دم كما ورقبين مركي أفسطي أد مركي أنا وافية إقاضي وإقبطي قبطني وافيا جسدا وروحا ويرفع السيء هذا إلى لنا يعني كما ورقبين أي عضين إذا نبي عيسى إنا نؤقين مركي إلى هاي أفسطي وبمعنى الرفعي وحي الدنيا ذا كل سمين يان أرلا ذا كل سمين يان إنا نكور قبين بي عدينس يا وكذلك النبي ذا كان لما أقع مركي الله أفصدي بنتين وحي أمده ذو السمين يان كمار قبان نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي الشاقي مركي إلى هاي أفصدي إن عمل كأمدي سدب أي كل سمين يسعين نكور قبين أعماش أمدي سعي السمين يسعين نؤقي أيو شاء أوح النبي صلى الله عليه وسلم لا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال أناديه حقبا لقى إريدونا دركيغا سيدا أورك بادي دا دركانو لهاي لوغا باعيو لوغا إريو حقبا دركيغا ساسو كلي لوغا إريدونا أناديهم وانو دواقابوري مركز صاير هذا أصحابي أصحابي وفي لفظ أصيحابي وفي لفظ أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك مركز صاو حلا يقول هذا ما قرأيسي وحيد دم ذا سود الرسي مركز صاو فأقول كما قال العبد الصالح وحان هذا أدون كي ونكسنا سيدو يلو كلان هذا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم العبد الصالح وحلوت شهيدا عيسى بن مريم حلقا قادنا يا نبي إلا ورنكر العبد الصالح يدو أن وصف النبوة للشهيدين وهي النبي صلى الله عليه وسلم حديث وصفين نبي النمذي الرسالة ما الشيقين وحوية العبد الصالح فأقول كما قال العبد الصالح حنوش هذا عيسى بن مريم والرسول أهل النبينا الدون كي وناك سنة سدو يلي أيان الأهضاء وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلهو مرخاتان كوها مددان كل حسونا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم مركب أفسطي أذا إلى لنا يأنو كمورقبين فيقال وحل يقول هذا لم يزالوا مرتدين على أعقابهم كما يزورنا كما يبحرين عربه ذاك الله أبطانه مركب عربه ذاك الله أبطانه ضبوا النقضين والردوبين فأقول صحقا صحقا حديث كساكو صار صحيح وكسو قيهي وحانا سوري صحابة فربضا بسوري وحلقها يا دوري يتوان صحابي سوري وحديث متواتر أهو قطعي أهو متواتر دور إيه طبعا صحابي بلقها يا مذول بس أسورني نحو هذا تصي وحي عضي ليس إن النبي صلى الله عليه وسلم أعماش أمدي سؤال صمين يسد بدي إن نكور قبل وحسن الله بندقى الدليل الله هيا صلق إيه السلام تا إن لقارسين إن لله ملائكة صياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام إلهي وحاوصقنا هذا ملائكة الرضا وريقى إيسا حديث كالنسائقة أو مضى إذا إجسوا جارسين إيسا السلامتا حديث كنا وصابت مورن أنا أرلد وريجية ورجع هاي جكون مغلية وملك الصلاة يروح الصيا حاضرية تذكر روح يا من سيه روح ذا النبي فينا أرلد وريجي سو مال الله ماشي لروح الصيا ما لقى صلينا ينا يسوي إنه حاضرية ساس أمي سين هدي مركلية مليا ميلود أو كل الدوان أو شن تقارضت كو كل يالله لقى حصايا النبي صلى الله عليه وسلم ولقى صلينا
مليون كبا أما بليون كبا ووضع حاضر يا مركبي ساسيلي بليون ميلاد هضيتهاي يعني كن مليون أم ميلاد هضيتهاي ومركل يلا قم وضع حصة يا ميل والبوا حاضر يا روح النبي قال شو كده إما هو مولد ده آخرنا يا محي ستة قال مركب مولد كمال ده حمريان وحي آمن سيه النبي قبل سوكر يا هذا مركزي وحي كله احتراما ونبي احتراما انه اقعنا ويسوت تاقني مركزي ده ودنا السلام ايو ترحيب باي سمين ايان اي النبي السلام ايان خرافة ده وحي له النبي قبل سوكر ايو دليلنا الله ما هيو مؤرى النبي صلى الله عليه وسلم انا ارلده وريقة امحور ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغون عن امتي السلام سلام تايقا سوى تبين ايان امضينا حديث كلام حوش هذا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم سيوسو قريسة بواسطة الملائكة مؤران أنا مركا هل كيدا قلت لي أحاديث تسقص أروتي الصورة كساسي الشيقي أحاديث كبداود كي أحاديث كالنسائقة يعني مدولبا مركا وحان صلي غائيا سلام تاهين والنبي مركا اللو تبين أيولا قارسين أينا حديث صحيح الله يا مجرو أما حديث كالسور يا الشيقي حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض أعمال أمتي في قبري فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم وضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كالشيقي نرشيد خير بإذن الله لما شديدنا خير بإذن الله أعماش أمد إذا حباش إذا الله يقول صوبان لك حدان خير كؤقا إن خير كسقيا خير لي ما دين إلهي بانو مهد نقا هذا الشر إلى السبيان أن كوك هذانا دم داف بان إلى هيدي ويديا حديث كاسوا ضعيف ومن مرسل بكر بن عبد الله المزني أما ضروق ذكر لسوري وضعيف مركوية أن قوين ينين حوتشني لبضى الرواية أنس لقى السوري وضعيف جدا إنه وحكبان مصورة قاله هذا تايك عبد الله المسعود لقى السوري سقوى بخطأ يعني خطأ أنا وحبل لكم أقوي مركز ساسا أودد أدي الذي كلا وحي الشيقي سا لبضى الشي كليا إن لو قبر نقيا حبالا ولما يضع ضعيف حديثك يهي محو خلاف سيها حديثك المتواتر كتلماما يا أعماشي أمدي سينا نكور قبل إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك مضعيفك إن رعنا مساء حديث الصحاحة المتواتر كنبي كسوغان كتب السنة لما أنتوا كسوغان هذي تاي صحيحين كهذي السنة هذي مساريدة هذي غير كتابة يعني حديث صحيح على الرعاة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير مركا وحلقة قادنا يا أنبيض أعماش أمدو إن نكور قبن بلقة قادنا أما الروايات كالسوري الشيقة يا والدين تا أعماش أبت كودوا لي مادين بالله بندقا يدنا وأضعف من ذلك وكا ضعيف سنتهي دليل لما لك إن كنت قلته فقد علمته مسألة كترت مسألة وين مسألة سواحي تهي على ماذا عربي يدو وحي إلى ذا فعلك الشرطي وحل لقليا أن شيء مستقبل أهو صوص صعداء أن دعين بالقليا إما لفظا ومعنا مستقبل أه وإما معنا شيء قاسي إلا بإلا وينو يهي وح صوص صعداء واللفظي سنة مركا ها هذا مستقبل هفا إيدين وفعل مضارع النقضو معنيه سنة مستقبل هان هودعو أما اللفظي ماضي بها النقضي لكن ماضي قام معنا مستقبل وين لوجة شيء ده ما دي عكرتي له ذن ماضي ماضي نم اللوجة شيء ده إن شرط يا إلا جري ما دي عكرتو إلا ما إلا وين النقطة هدي حتى ماضي اللي جريو معنا مستقبل وين لوجة سرعة ذا ترى هذا إن خرجت إلى السوق فأنت طارق ما وح اللوجة شيء ده هذا قبر يهاي هراء وجب حضي السوق وذي قفر أنت هو طارق منجز وبرد عيو خروج يهاي هراء وجب حضي باي كفر أنت يسوي حلوتش هذا وقت جا الصوص صعده هداد بحضه ويجي هركوبة شيراني مركز صفر ميزة إن خرجت إلى السوق فأنت طالق بيوري متى تطلق مستقبل إنا تاسما وياه علماء العربية تيشي جي تاسوي مركز ماضي القمة فصير كراه حد اللفظ وحتى ماضي خص أروره وإن معنوه أدعى ماضي حق لفظ ماضي كأن لكن معناها مستقبل كأن هذا ما يراها إسرار تيم حلوتش هذا وحيد ما وإلو أولى مركا مستقبل هل كانوا كلو أوليان حيكو أوليان وحيليه معنى مستقبل وإلا قدقا وإلا إلى هذا إن كنت قلته أي إن تبين في المستقبل أني كنت قلته
وقتك سو سوده هداي عاداتو ان ان هره ارينكا او يري فقد علمت اما ان اقول لك الان كنت قلته هدا كوغو يراهدا هدا هره وانو يري فقد علمت اما ان ثبت في المستقبل اني كنت قلته فقد علمت سدا وين لو اويلا بينا سدا وحا خلافي شيخ ليلى ابو العباس المبرد محمد بن يزيد اوحو اسغنا يري ورمي افعاش كلا سدا او شيكتين وي لكن كانت الشأن قارة إلى ذا كانت الماضي لما ذا هلو داي وهيو دي كانت دلالة الماضي لما ذا أي كتو السنة سآد بيوحوك بضنطة سآوة دي انت الشرطية دي وحبك بدلي ميسو معاني الماضي لما أنا كمرها ريسو مركب الماضي لما ذا هلو داي علماء بضن أن حاد أبره دي سأقول كانت كرية أيو كرية مركب واحد إلى هنرم ما وإن لو ذا أولاه العلامة ابن القيم كتاب كيس لها بدائع الفوائد والبدائع كاسمه بدائع واسم على مسمى بدائع الفوائد سيدا مقعس بدائع الفوائد ويهي أي بدائع الفوائد ويهي واسم على مسمى ومقع مقام كيسدعي كتاب فائدة بدوي وحكو أرانيا قاعدة عين كاسين نحوية دا الشيغيان أي تلمامي دفضنا وحورانيا قاعدة دا درادة بآيات معنى هذه اللو تحريفي مقاعدة نحوية يا بآيات كله تحريفين يا معنوه ده الله بدليا قاعدة ده سو بقول قاعدة لم يدا إلا الدميو أي كسهلا آيات معنوه ده الله تحريفين ومعنوه ده اللي بدلو مراد مياي أحيد إن كنت قلته فقد علمته واختك مستقبل كيس سو صعودة هذا الكلام مركا وحي عيسى بن مريم قرم أرانا يا مفي داي الدنيا بوتشوغا قرتي عداني سوا قرم هدي قيامة ده الهو يدين أيو قرت قيامك دم بيسع دان سوا قرما بس قيام هذا مركي سمرك زمن كقيام هذا جود هذا وحن هروع عدم مرك عدنا يميا أمثلك له سواق عدنا يا وحتى كانوا بدأ إن كتشلي يا عائشة إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله مراد كل وقتش هذا ما وحي أهاي حتى عدات وقت الصوص عدا عائشة إن الدم بهروعه عدنا أساسا مراد أهاي هل هذا مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم مراد كل نبي مصاصوها مسوحه هدي ادم بهرقه دحداي ما ماضي ما ديم نيمه لوغه جيدو النبي هو جيدي الا حضرتك مره حديثك لو فسرايو مرادكي النبي وين مره لو خنبارا ايده مره لو فسرايو ان مرادكي الهي وين لو خنبارا سي ان قريني الدليل لو هين محاماه للقاعده بس ان مره لا يراد اساسا لو اويليا ده صح نكون ما يسمي مره بقول قاعده للدنيا كسهلا ايده معني ان تحيفه وكان سوقاته ان كان قميص قد من قبر فصدقت ما وقت المستقبل إن عدات مرادكها أما السجناتو يا بسوي حد عيبه مركز شرطي وكحدنا على كل حال أمثلة بضم بكل شيء يا عدي أباها وحيقول نغن كرتا بدائع الفوائد كا الله حيولي وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أي واذكروا وحا حسنا إذ قال الله قرت إلهي بمعنى أرندونه الله إلهي يا عيسى بن مريم عيسى بن مريم أهو أنت قلت للناس ما ذي يأكل دتك اتخذوني أنا جيش وأمي يهو يضيب كيش إلى حين لما معبود نجيش ما ذاك يري وأجيها إلى حين أنا كورا لكن سلوا كل وعنا أن تحجذ لو أجو كون عابد يي عيسى يهو يدي عابد يي أي إلى حين ويديني من دون الله لبدا إلهه كائنين من دون الله سفوا حكتهاي إلى حين إلى حين كصهري قال سبحانك عيسى بن مريم وحيد سبحانك أي تنزيها لك حمان كديران با إله وكوسقناتو أصبحك تسبيحا نزهد بان كون نزهة يا حمان كهو فيا بمعنى كوكو أمانا يا إنا حمان كديرتان ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي إيما السقنا أنا أقول إنا إله دو ما ليس لي بحق أي ما ليس يثبت لي وحان إي السقنين إن أنا إله ذا إيم بنانا إيم نصورة قلها بحق أي بصار حق أنا يقص جنين فعل كقرصون إلا قدر يثبته يا أما يستقر بحق أي كنت على قيس بعد نواسابي أنا يقص جنين بحق أي بصار حق صار حق أنا يقص جنين إن أنا إله ذا من إيه صورة قلما إن كنت قلته فقد علمته حضان أهي مدئري فقد علمته حقيقي ودكتان قلته هذا ضميرك وحون نغنيا مقول قول كيف نغنيا ودي قال ومتعدي
ان هذا الشيء ان علامه الفعل المعده ان تصلها غير مصدر به النحو عامل قلته ضميرك كجرا مصدر نقن ميس وكل يدي قولك كدعي نقنيسا ان كنت هدي انا هي قلته مقولده اتخذوني وامي الهين من دون الله هذا الك هدي انا هي مد يدي هدانا هي يعني قلت هذه المقاله يعني اراهض هدي انا إلي فقد علمت حقيقي ودكت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وحد وقته وجملة مستأنفة تعلم إلهي وحد وقته ما في نفسي وحد أتضى إذا كسقا موجودا إن إتاد وقته لما مفعول إلا السيو مفعول كاللباد لقدر في عن وأن علمدي بمعنى عرفاء هيد الغفصر ولا أعلم ما أغي ما في نفسك وحن نفط هذا كسر وحد ذات هذا كسرني ثابتا أما كائنا أما موجودا إني تهي ماذا نقهمها إنك أدق أنت أدق علام الغيوب غيبك وحيالها قرصون خلقك قرصون أما بعد قدك قرصون كي أعلمك بدنا باتاي ما قلت لهم كم أرني إلا ما أمرتني به كذي أمرتني مويا وحكى لكم أرن أي إلا الذي أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم أي أعبد الله وفصر يا هضبة كهو أمر يوم حي معنيه بسول نغلي أعبد الله الله عابد ربي ربي عابد عيسى أرمي وربكم يا ربي عابد وأنا ربي واحد حضر لك بين إساء ربي وربكم من إتهاي على سبيل البدل عطف بيان بعض وابنين يعني. بعض الشرطيان عطف بيانك أن يكون أعرف من المبين بدل مركة لقبه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم وحانها من مرخات كركودة كؤة مددا أن كل حسقنا أن دح دائمي فلما توفيتني مركادي أوفستي قبضتني وافيا أنا أرد أما يسترن آذي قبضتي بمعنى ومركي للرفعيني وجسدا والروح لسوء سلتشرة أي توفي هذا اللوتشي كنت أنت الرقيب عليهم إلى هو حدا هيتكي إلى لنيي أوجا أي ضحي عمل لذو ذي وحي سمني وحي كسبين وأنت أدق على كل شيء شهيد وحكستو حطهي مد مركو أوجا البضن وطالع عنيا أو أقوم بضن بطه أو وحبك غرسوني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم أنت وحي نمرني إني تفسيرية طهي. لكن لما وجه علماء الشيء قال وجه تفسيرية ذي وجه مصدرية وجه مصدرية وحي نقرئ أن اعبد الله أي بأن اعبد الله أحرف كان لو قدري علماء المفسرين تقار كودنا تفسير يضا وامرين لكن ابن هشام الأنصاري يسوي تفسير يضا وحكدي إذا يضا شروطه نيهين أرن حقا معناها قصاب صم أو وحو إلى هذا الكلسون نغلي ومن مقول عيسى أو وحو لما عنا يهي هذا الكي الله كيري اللفظ هذا الكيري ما دام اللفظ هذا الكيري أنا أهين أنت تفسيري يا الوحن بارين بولي مستريها الليلة وهي تفسيرك يا مفسرك وأين إسوافقا كلا فسر أيه يكو فسر أيه مركا إساقو حوبة دين ابن هشام الأنصاري إن أنت لقدقوا مستريا وأن تفسيري لقدقوا أي بأن اعبدوا الله ربي وربكم والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.